وكنت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك. وكنت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك. أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أمل لذاك. فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عن من سواك. وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وأهلهم وأصحابهم وتابعيهم أجمعين. في طريقنا إلى الله الليلة في مملكة الدراويش سنتوقف مع العلم والفهم والتدبر كما نفعل، لكننا سنبحث في تساؤلات كثيرة عن الشبهات. ماذا أصاب هذا الواقع الذي يبحث فيه الناس عن التصوف لكنهم يرون مشاهد غريبة عليهم قد لا يقبلها العقل وقد لا يقبلها المنطق وقد لا تقبلها الشريعة؟ في هذا فإن التصوف كما عرف من علمائه وأهله هو ما يتفق مع السنة المحمدية ويتفق أولاً مع القرآن الكريم، وغير ذلك فلا من الشريعة ولا من التصوف. نعود لنتذكر سوياً ما كتب وما نقل لنا الإمام أبو القاسم القشيري الشافعي في الرسالة القشيرية، وهي كما عرف مرجع المراجع في التصوف. نقل فيها السير ونقل فيها المسالك ونقل فيها الدروب، يتحدث في قواعد الأصول وفي علم الأصول وفي كثير من التفاصيل التي تتعلق بأصول العقيدة. يتحدث في واحدة مما نقل وقال: من لم يقف على علم التوحيد بشاهد من شواهده زلت به قدم الغرور في مهوات من التلف. شرح هذا وقال: يريد بذلك أن من ركن إلى التقليد ولم يتأمل دلائل التوحيد سقط عن سنن النجاة ووقع في أسر الهلاك. يصف هذا وينقل هذا ويتحدث بهذا إلى عموم بلاد المسلمين ويخاطب أهل الصوفية من زمانه من القرن الخامس الهجري وقت كتابة هذه الرسالة القشيرية وحتى الآن، ولهذا فإنهم يقولون عنها مرجع المراجع. في هذه الرحلة نسلك معاً طريقاً جديداً إلى الله في مملكة الدراويش. إلهي.
نتوقف اليوم مع ضيف كريم العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم مولانا وتاجر الرأس وينير هذه الحلقة في مملكة الدراويش. دكتور أحمد، يعني بداية إحنا في يعني أيام مباركة شهر رمضان الكريم، عموم المسلمين وعموم الناس في خير وفضل من الله سبحانه وتعالى، كل سنة ومولانا بخير، كل سنة وحضرتك طيب وبعافية ودايما ينفع الله الناس بعلمك. أتوقف اليوم مع شهر رمضان والتصوف. يقول بعض الناس إنه شهر رمضان وما يقوم به الناس من خير وفعل طيب وأعمال مباركة ويتقربون إلى الله، فإن هذا من أكبر أبواب التصوف أو من أكبر مداخل التصوف. على جانب آخر، ينكر البعض التصوف بحد ذاته ويخرجونه من يعني ملة الإسلام وشريعة الله سبحانه وتعالى. بين هذا وذاك وفي رمضان، ما موقع الأمة من الإعراب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة التصوف، أولا الكلمة وإن كانت بعد القرون الثلاثة الأولى إلا أنه قديم بقدم الإسلام، هو الإسلام في مثالياته وفي وسطيته. البعض نسب كلمة الصوفية إلى الصوف، والبعض إلى الصفاء، والبعض نسبها إلى أهل الصفة، حتى قال بعضهم تنازع الناس في الصوفي وانفرقوا منهم، وبعضهم قال مشتق من الصوفي، ولست أرى هذا الوصف إلا لمن صفى حتى سمي الصوفي، إلى آخر ما قالوا في هذا الموضوع. ولست أمنح هذا الاسم غير فتى صافى فصوفي حتى سمي الصوفي. الشاهد أن هناك آراء في التصوف والصوفية، وهناك مراتب للتصوف والصوفية. أما الآراء كما تفضلت في المقدمة، منهم من أنكره وقال بدعة وفسق وكفر، وهؤلاء غالوا وذهبوا بعيدا عن الحقيقة وكانوا مجحفين للغاية. والبعض الآخر كان على العكس، غال في وصفهم ومدحهم لدرجة قربتهم من درجة الأنبياء، وأيضا هؤلاء مغالون. الوسطية بين هؤلاء وأولئك، أعجبني رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو يقول الصوفية هم الصادقون الذين وصلوا إلى درجة الصديقية بعباداتهم، منهم المتوسطون ومنهم الذين بلغوا لدرجة الصديقية. أما الآخرون منهم الذين انتسبوا إلى الصوفية وليسوا صوفيين، اندسوا للمحراب الصوفي وقالوا نحن صوفية، وفعلوا أفعالا تتنافى مع التصوف مع الإسلام، وقالوا سقطت عنا العبادات، عن هذا مرفوض. لدرجة أن مراتب الصوفية توضح لنا الحقيقة بأجمل الوضوح. فمثلا ما هو التصوف؟ هو زيادة العبادة والتقوى وكثرة النوافل. من الناس من وصلوا في الدرجة الأولى إلى قمة العبادة، ومن الناس من كانوا متوسطين، يعني أدوا ما وجب عليهم وما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، وهؤلاء ناجون. ونحن نرى أن التصوف في عباداته الحقيقية هو السلوك الصحيح للإسلام بوسطيته واعتداله. مثلا إنسان يعبد الله
يؤدي الفروض والزكاة والصيام والعبادات ويؤدي السنن أيضا. هذا ناج بما رأى أهل السنة والجماعة. لكن آخر يزيد في النوافل ويكسر من العبادات، من حقه يتقرب إلى الله. والحديث القدسي يقول فيه رب العزة فيما رواه البخاري وحديث صحيح: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن استعاذ بي لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. شوف بقى اللي أكبر من هذا يقول إيه: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض روح المؤمن، يكره الموت وأنا أكره إساءته. والمراد بهذا الملائكة الذين يقبضون الأرواح، هم الذين يترددون، لكن رب العزة لا يتردد. لكن جاء الحديث القدسي بهذه الصورة ليوضح لنا أن الذين يكثرون من العبادة والطاعة والنوافل يتقربون إلى الله، حتى بي أسمع وأبصر وبيدي. من هو ولي الله المقصود في هذا الحديث القدسي؟ نعم، ولي الله من والى الله بالعبادة فوالاه الله بالكرامة. الله. الأنبياء لهم المعجزة الخارقة للعادة، الأولياء محفوظون ولهم الكرامة. وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبذا كلام. سآتي لسيادتك بنموذج من القرآن نفسه. القرآن الكريم يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إلى آخر الآية. ما هو الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر. ما هو الإسلام؟ كما في حديث جبريل، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن تصوم رمضان. لكن يجي بقى يسأله جبريل ويقول للرسول: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هو ده التصوف بعينه. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا لو اكتفينا بأداء الفروض، صلوات وزكاة وحجة، وبالإيمان بالله وملائكته وكذا، يأتي الدرجة العليا وهي الإحسان. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الآية القرآنية تقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان، وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. المقصود بالدرجات إيه؟ الدرجات العليا، لأن الناس مراتب على حسب عباداتهم. إنسان أدى الفروض ناج إن شاء الله، أدى النوافل له درجة أعلى، أكثر من الطاعات له درجة أعلى وأعلى وأعلى. وهنا ندرك أن التصوف في الحقيقة، وشكر الله لهذا اللقاء لأنه جاء في موعد وميقات هام، والعالم كله في أمس الحاجة إلى الثقافة الصوفية المعتدلة الوسطية الآن، لأن ما وصلت إليه البشرية والحضارة والتحدي الحضاري الآن، تكنولوجيا وصلت القمة، نكلم من فيه أقصى الأرض ونتعامل معه ونراه، وكل أصبح العالم قرية كما يقولون. هذا التقدم الحضاري والمادي في حاجة إلى تقدم روحي وديني يكبح جماح الثورة
الحضارية حتى لا يكون فيها شطط لابد من الثقافة الصوفية المعتدلة التي بها يتسم العالم بالاعتدال، فلا يشقى الإنسان بما أنتجته الحضارة من تقدم تكنولوجي فظيع، ولا يكبت نفسه ويتقوقع ويقول أنا عابد لله. لا، يأتي التصوف ثقافة وسطية معتدلة تبين للناس أن يعبدوا ربهم دون مغالاة ودون تقصير، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه المعاني موجودة في القرآن، والرسول نفسه عليه الصلاة والسلام مع أنه كان يتبسط مع أصحابه ومع المسلمين حتى لا يظن أحد أن الإسلام فيه مغالاة أو شدة، لكن حين يكون وحده يعبد ربه ما شاء، يقوم الليل يتهجد حتى تتورم قدماه وتقول له السيدة عائشة: تفعل هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. الصوفي شكور، هذه هي الصوفية الحقيقية. نسميها بلغة العصر، وإن لم تكن هذه الاصطلاحات موجودة فيما قبل، لكن هذا هو المراد من سلوك طريق التصوف. عبارة عن شريعة وطريقة وحقيقة. معنى شريعة يعني ما شرعه الله من عبادات، ومعنى طريقة يعني السلوك، ومعنى حقيقة الثمرة. أنا أصلي، ما فائدة الصلاة؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر، لا يتقبلها الله إلا لمن تواضع بها لعظمته ولم يستطل على خلقه ولم يبت مصرا على معصيته. الزكاة تطهرهم وتزكيهم بها، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. الصيام لعلكم تتقون، الحج فلا رفث ولا فسوق. فإذا في شريعة لابد من أدائها، وسلوك وهو نمرة اثنين الطريقة، والحقيقة الثمرة المترتبة. يعني الشريعة لابد أن تؤدي ثمرتها، ثمرة هذا السلوك أنني بالصلاة تنهاني الصلاة عن الفحشاء والمنكر. الزكاة لابد لها من ثمرة. ولذلك قالوا شريعة بلا حقيقة عاطلة، وحقيقة بلا شريعة باطلة. ما معنى شريعة بدون حقيقة عاطلة؟ يعني الشريعة والعبادات التي نعبد الله بها إن لم تؤدي ثمرتها في السلوك تكون عاطلة عن أداء رسالتها. ولو جئت بإنسان يقول عنده حقيقة وعنده خوارق للعادات وهو لا يصلي ولا يصوم، نقول له كذب وافتراء. حتى قال بعضهم: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء ويخالف شرع الله فهذا عمل الشيطان. عمل الشيطان يمكن أن يكون بهذا الأثر فيحسبه الناس تصوف، بركة تصوف أو كرامات تصوف؟ وهذه هي نقطة المشكلة التي وقع فيها كثير من الناس وانخدعوا بها. ولكن المقياس الحقيقي الكتاب والسنة، كما قال سيد الطائفة الإمام الجنيد: علمنا هذا مشيد بالكتاب والسنة، ميزان، ما خرج عن القرآن وعن حديث الرسول لا نقبله. ولكن التصوف الحقيقي الذي يثمر هذا موجود في القرآن. كرامات الأولياء موجودة في القرآن، كرامات أهل الكهف، كرامات مريم لما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ولما جاءها المخاض وقال لها رب العزة: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، وهي في حالة المخاض، هل فيها قوة تهز النخلة؟ لكن ربط للأسباب بمسبباتها فينزل الرطب
وكلي واشربي وقرع فإما ترين من إلى آخر الآيات، حتى إني نظمت بعض هذه الكرامات وكرامة سيدنا عمر لما كان في المدينة والجيش في الشام وكان العدو يكاد يأكل جيش المسلمين، فقال له لز بالجبل الجبل، فسمعوه على المنبر يقول قلت كلاما ما فهمناه الجبل الجبل، قال جيش الإسلام كاد العدو يهزمه ولو لجأوا إلى الجبل سيحاربونه ويقدرون. وفعلا لما جاءوا قالوا سمعنا صوت عمر ينطلق من المدينة إلى الشام، فلزنا بالجبل فانتصرنا. نظمتني ده في بيتين شعر، قلت إيه؟ فمن ذا ينكر النفحات هذه ورب العرش أوضحها جلية، فتلكم نخلة في غير وقت لمريم أثمرت ثمرا شهية، إله العرش قال لها وهزي فأنزله لها رطبا جنية. ومن ينظر إلى الفاروق لما دعا الخل الوفي الأحوذية يجدها صبغة ما كان فيها نزاع، بل يجد صدقا جليا، فقد نادى لسارية نداء وكان طريق سارية قصية، فأسمعه النداء على ابتعاد كأنهما على جبل سوية. كرامات الله الله. كرامات موجودة في القرآن. وعبادات أهل التصوف مارس الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو مثيل بها أو أعظم، فهم يقتدون بالرسول وبالصحابة وبالسلوك المستقيم الذي جاء به الإسلام، لكن في وسطية واعتدال. طيب دكتور أحمد، كيف يعرف الناس أمور الأولياء؟ نعم، الأولياء عرفهم القرآن حين قال رب العزة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا ربي؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تعبير وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا معروفة، كانوا يتقون، لماذا جاء بالفعل المضارع؟ علماء اللغة يقولون الفعل الماضي يدل على حدث مضى وانتهى وسمى فعل ماضي، لكن المضارع مستمر، حال واستقبال واستمرار، يفيد الحاضر والاستقبال والاستمرار. فقال وكانوا يتقون، يعني يكسرون من التقوى ويلازمون عليها ويستمرون عليها في الحاضر والمستقبل. فيعرف الولي بإيمانه وتقواه وبالكرامة، وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبذا كلامه. معنى هذا أن الله كما أيد الرسل بالمعجزات وهي خوارق للعادات، أيد أولياءه بالكرامة وهي أمر أيضا خارق للعادة، كما هزت مريم فنزل الرطب الجني، وكما سمع سارية نداء المدينة من عمر، أمر خارق للعادة يظهره الله على يد ولي من أوليائه الصالحين. معجزات الله مستمرة حتى الآن، يعني نحن نعلم أن هناك معجزات، لكن هل في عصرنا الحديث تحدث المعجزات التي يستنبط منها أن هذا يعني من أمر الله سبحانه وتعالى؟ تستمر الكرامات حتى الآن موجودة، ولا كما يقال كانت في التابعين وفي أولياء الله الصالحين، أما الآن فلا يعني نجد هذا؟ والله سؤالك ده، كنت مرة في مجلس مع الإمام الراحل الشيخ عبد الحليم محمود الله يرحمه، شيخ الأزهر الأسبق، وكان من أولياء الله العارفين. الشيخ عبد الحليم محمود كان شيخ أولياء الأزهر، الله العارفين، كان من أولياء. كنت جالسا في بيته وجاء أحد الإعلاميين والمحاورين له يسألونه، فسألوا نفس السؤال. يقول له في عهد الرسول وعهد الصحابة والتابعين والسلف
لا شك توجد الأولياء وكراماته، لكن هل أنا موجود أحد منهم؟ قال لهم نعم. انتظروا يقولوا لهم اسم هذا عن نفسه، قال لهم موجود. قالوا زي مين؟ قال لهم زي الشيخ محمد زكي إبراهيم رائد العشيرة المحمد. يعني الشاهد أن في العصر الحاضر من طبقوا المنهج القرآني آمنوا وكانوا يتقون، استمروا على تقوى الله، ظهرت على أيديهم بعض الكرامات. لأن الكرامة عبارة عن إعانة من الله يعين بها وليه في أمر من الأمور. كان البعض يتحدث أنه مولانا فلان الفلاني نذهب إليه فيقول لنا أحوالنا ويخبرنا بما لم نعتقد أنه يعلمه، ثم يدبر لنا أمور، ما افعل هذا ولا تفعل هذا، يوجهنا إلى هذا أو هذا دون أن يعرف. هذا مقام الكرامة ولا مقامات أخرى؟ من أين يدرك الإنسان أو المريد أو أيما كان أن هذا يعني له بظاهره، أم أن هناك شيء آخر يحسب عليه الأمر؟ والله ده أمرين بقى. الأمر الأول اللي بأرفضه أن يدعي أحد الغيب وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الأمر الثاني التنبيه والتوجيه. ممكن ينبهني بشيء يقول الله قد فتح عليه وألهمه، لا مانع من هذا. وقد يكون الإلهام في الرؤية، كما ضربنا المثال بالإمام العارف بالله الشيخ عبد الحليم محمود لما حمل رؤية بأن جيش مصر عبر قبل حرب العبور، فراح للرئيس السادات ونقل إليه الله يرحمه هذه الرؤية، وقال له توكل على الله وخذ قرار المعركة. قال ما دام الأمر كذلك أخذ قرار المعركة ووقف من منبر الأزهر وخاطب الملوك والرؤساء والشعوب وقال حرب في سبيل الله، من خاضها ومات فهو شهيد له الجنة، ومن نكص على عقبيه مات على شعبة من شعب النفاق. فتحقق النصر وتحققت الرؤية وحقق الله النصر وحدثت العبور الذي كانوا يقولون لا يتم إلا ب15,000 شهيد، تم العبور ب200 شهيد فقط فضلا من الله وحده. وكان هذا في شهر رمضان الذي نحن فيه، وهو شهر النصر بمعنى الكلمة. مولانا التساؤلات دائما تدور حول يعني بعض الأمور يمكن لها إطار شعبي لكنها تشغل العامة. أروح للشيخ فلان الفلاني، يعني ما بين من يقول يدعو لي فينال من طيب دعاءه لأنه يعني يحسبه من الصالحين، ولا نزكي على الله أحدا، أو أن يعني يفعل لي أمرا ما أو شيئا ما، يكشف لي شيئا ما لأنه من المكشوف عنهم الحجاب، أو أن يعني يرشدني إلى سبيل ما أو طريق ما، أو أن يعمل لي عمل من هذا إلى ذاك، درجات مختلفة. يحسب الناس في صاحبها الصلاح، فما حال صاحبها؟ أولا يعمل عمل أو ساحر ده باطل وحرام، ولا يصح الذهاب إلى ساحر أو من يعمل العمل. لا يزال السحرة حتى الآن؟ نعم. والسحر محرم شرعا، لكن الذي ينصح ويوجه بما عرفه هذا أمر لا شيء فيه. إنسان يلهمه الله الحق فيرشد الناس إليه ويبين للإنسان أنه إذا فعل كذا حصل له الخير، فهذا أمر لا شيء فيه، لأن الله سبحانه وتعالى قد يفيض على قلوب عباده الصالحين ما يفتح الله به من خير لعباد الله. فمن الممكن أن يجري الخير على يد إنسان. وطلب الدعاء الذي تفضلت بالسؤال عنه هذا مطلوب. دعاء الصالحين
دعاء الصالحين والأولياء والعارفين مطلوب ومهم جدا، لدرجة يعني سأعطيك نموذج من أغرب ما يكون. يعني من أعظم وأفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو خير خلق الله وخاتم رسول الله. تصوري عندما يذهب سيدنا عمر لأداء العمرة ويستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرة، يقول له لا تنسنا يا أخي من دعائك. الرسول بيطلب من سيدنا عمر، وهو من هو أقل من الرسول وأقل من يعني حتى ترتيب الصحابة، قالوا أبو بكر ثم عمر، ولكنه قال لعمر عندما استأذنه للذهاب للعمرة، قال له لا تنسنا يا أخي من دعائك. فالرسول يطلب من سيدنا عمر دلالة على أنه يجوز أن يطلب الأعلى من الأدنى الدعاء، وأن يطلب الإنسان من أخيه الإنسان الذي يتوسم فيه الصلاح والخير الدعاء. فكونه يقول لأخيه أو لبعض الناس نذهب إلى فلان لأنه رجل صالح يدلنا على الخير ويدعو الله لنا، هذا أمر مطلوب. لما أصاب القحط وجاء الخليفة، كان وقتها أظن معاوية، قال هات يزيد واحد من الصالحين الذي توسم فيه الصلاح، وصعد المنبر ودعا ربه ثم قال ارفع كفيك يا يزيد وادع الله، فدعا الله فأرخت السماء ماءها كالجبال، وارتوى الزرع والضرع وكل الناس. يعني الشاهد حتى الاستسقاء وطلب الدعاء من الصالحين كان معمولا به في عهد سلفنا الصالح. في أيامنا هذه هناك بعض المتشددين أو أصحاب الرأي يعني القاسي نوعا ما في طرحهم أو في تصوراتهم، حين تصيب أزمة اقتصادية، بعض الأمور الاقتصادية التي تؤثر على عموم الناس وعموم المجتمع، يقولون هذا لأنكم فعلتم كذا وكذا وكذا فهذا عقاب الله لكم، هكذا يطرحون الأمر. في واقع الأمر على الناحية الأخرى يقول البعض أنكم يعني لا تؤمنون بالله حق إيمانه ولا تفعلون كذا ولا تفعلون كذا فهذا من ابتلاء الله لكم. هل هذا واقع أن نتحدث على عموم شعب أو عموم الدولة أو عموم المصريين أو أيما كان الموقع، بأنكم إذا أصابتكم يعني ابتلاءات من أي نوع أو ضيق من أي نوع أنه لأنه ليس بينكم من يفعل كذا ومن يفعل كذا، أو أنكم قصرتم في شرع الله وقصرتم في حقوق الله وغير ذلك، في حين أن الناس تقول على الجانب الآخر طيب ما في بلدان يعني ليست يعني على ملة الإسلام أصلا لكن لديها الكثير من الخير ويعني لديها الكثير من العمار وغير ذلك. هذا الطرح كيف ينظر إليه مولانا الدكتور أحمد عمر هاشم؟ أنظر إليه على أنه رؤية غير كاملة، لأن ما يصيب من جوائح أو فاقة أو ضعف في الاقتصاد أو نحو ذلك قد يكون ابتلاء من الله، وقد يكون أمرا طبيعيا وعاديا، وحدث حتى في عهد الرسول نفسه، عهد الصحابة أنفسهم، وكانت خير القرون كما قال عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لماذا حدث القحط وهم كانوا على درجة أعلى درجة من التقوى ومن الصلاح؟ اختبار وابتلاء وطبيعة الأشياء أصابت الناس البأساء والضراء كما يقول القرآن لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فالشاهد أن الحكمة لعلهم يتضرعون يعني يكثرون ويخلصون الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يكشف إلا بتوبة. نعم
فنحن حين تأتي مثل هذه الأمور نوقن بأن الله سبحانه بيده الأمر كله، وأنه إذا ابتلانا بهذا نتضرع إليه ونتوب إليه ونخلص الإنابة إليه. لكن ليس معنى هذا أن الله غاضب على الناس أبدا. هناك حديث يبشر الأمة الإسلامية بفضل الرسول عليه الصلاة والسلام لما تلا قول الله تعالى في شأن سيدنا إبراهيم: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وقول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وأن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. رفع الرسول كفيه ودعا ربه وتضرع إليه وقال: اللهم أمتي، اللهم أمتي، وبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرب العزة أرسل جبريل وقال: قل وربك أعلم وهو أعلم، قل لمحمد ما يبكيك وهو أعلم. وإذا كان رب العزة أعلم فلماذا يرسل جبريل يسأله ليعلم أهل السماوات والأرض على مكانة هذا النبي العظيم؟ فلما علم وعاد إلى ربه قال رب العزة: يا جبريل اذهب إلى محمد وقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك. فدي بشرى، بشرى عظيمة، وحديث: أنت مع من أحببت. نحن نحب الله ونحب رسول الله ونحب أبا بكر وعمر والصحابة، حتى قال سيدنا أنس: ما فرحنا بشيء فرحنا بهذا الحديث: أنت مع من أحبب. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. دكتور أحمد، أيضا على يعني الأصعدة المختلفة يحدث، حدث في فترة من الفترات استغلال مقام الدين في العمل السياسي بشكل يعني آلم المصريين، ثم تحرر المصريون من هذا، وأصبح البحث عن عودة الوسطية للشعب المصري بشكل أو بآخر. كيف نتحدث أو كيف ننظر إلى حال الوسطية في مصر الآن في هذه الفترة، وكيف نعيد إنجاز التعبير التصوف أو الوسطية إلى ذهنية وعقلية ووعي المصريين من جديد كما كان في عصور سابقة وفي فترات سابقة؟ كيف نعيدها مرة أخرى أو يعني نعززها ثانية؟ والله هو بمثل هذا اللقاء الذي نجلس فيه الآن ونتدارس فيه المضامين الصوفية والغاية والهدف، لأن الثقافة الآن تحتاج إلى إيضاح والتوعية، الناس في أمس الحاجة إليها لبيان وتحقيق وتأكيد وسطية الإسلام وما يشتمل عليه من فضائل ومحاسن. والتصوف أقولها بالصوت الجهير وأكتبها بالخط العريض: أمتنا الآن في أمس الحاجة إلى الثقافة الصوفية المعتدلة التي قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية قديما: هم الذين وصلوا إلى درجة الصديقية، وكما وصفهم القرآن: الذين آمنوا وكانوا يتقون. أنا قرأت كتاب لفضيلة الداعية الإسلامي الكبير الله يرحمه، فضيلة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، كنا جالسين في اجتماع مجمع البعوث الإسلامي، فوقعت عصا كان يتكئ عليها، فتناولتها وقبلتها وقلت: هذه العصا توكأت عليها على المنبر ففيها بركة، وإن كنت أنت لا تعتقد في هذا أنا بعتقد. قال: لا، أنت ما قرأتش الكتاب اللي أنا كتبته أخيرا. قلت له: ما هو؟ قال: الجانب الأخلاقي في الإسلام، حاجة زي كده. وبعدين كاتب في مقدمته، فعلا لقيته: هناك جانب في الإسلام يتنكر له بعض الناس وسيندمون على تجهمهم في لقائه
لأنهم في أمس الحاجة إليه وهو التصوف. والله كتبها في مقدمة كتابه، وهو من هو من كبار الدعاء الإسلاميين رحمه الله رحمة واسعة. فالشاهد إن التصوف نحن في أمس الحاجة إلى ثقافته المعتدلة والوسطية، والتي تأخذ بأيدي الناس إلى مزيد من النوافل، حتى يحظى الإنسان بحب الله كما في الحديث القدسي: فإذا أحببت كنت سمعه إلى آخره. هذه الثقافة تتم عن طريق نشرها في مقررات التعليم. وأنا طالب في كلية أصول الدين، وعين الدكتور عبد الحليم عميداً، عبد الحليم محمود عميداً للكلية، يومئذ كان أول من قرر مادة التصوف مادة أساسية ضمن مواد كلية أصول الدين، وما زالت حتى الآن مادة مقررة ضمن مقررات الجامعة، مادة التصوف الإسلامي. وقرر كتاباً اسمه المنقذ من الضلال للإمام أبي حامد الغزالي، كتاب قيم جداً، وكتب له مقدمة توزن بميزان الذهب، مقدمة وصف فيها التصوف وحاجة المريد إلى الشيخ وحاجة المجتمع إلى هذه الثقافة العادلة الفاضلة التي تأخذ بأيدي الناس قدما إلى طريق الله سبحانه وتعالى. أضاءت بك الدنيا فعشت ممجدا، وغبت عن الدنيا حبيبي وما زلت سيدا، صلى عليك الله في كل لمحة، صلى عليك الله في كل لحظة، فقد ماتت الأسماء إلا محمدا، حبيبي بك نور الله القلوب وأسعد، يا حبيبي وأسعد، وأقام دينا كاملا ومؤيدا، وحباك قدرا لا يرام، ورتبة وكفى جمالا أن تقول محمدا.
وكنت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك وكنت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك أحبك حبين حب الهوى وحبا لأنك أمل لذاك فأما الذي ضوى حب الهوى فشغلي بذكرك عن من سواك وأن الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاك الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاك أشتاق شوقي شوقا لك الحمد وشوقا لقرب الخليل حماك ولكن لك الحمد في ذا وذاك